السلام عليكم. في عادة إن شاء الله تعجبكم، بيم وان اسمها كلاش سفير جنريتور. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة إن أنا بحمل ملف اللي أنا صدرته من نفس وركس اللي فيه الكليشيه، الناتيز بتاعه بيبقى اسمه XML. طيب هبدأ، حد اختار الملف وأقول له بعد كده open، بعد كده بقول له create كلاش سفير، يعني في قلب الموديل ابدأ اعمل لي كلاش سفير. تمام، واقول له الاوبشن بتاعي. طيب خليني اقول له امبورت، فبيقول لي في 112 كلاش سفير جنريتد. اقول له اوكي، اقول له تعالى نشوف كده في الموديل. المفروض ان هو في كل مشكلة بيبدأ يحط كورة معينة عشان نعرف المشكلة دي ونقدر نحصل عليها بسهولة. هتلاقي عمل لك ملف ريفت وفي كلاشات اهيت. تمام، انا بعمل كده واقول له سيلكت، تبدأ تظهر قدامي كلاشات اهيت اللي هي موجودة في النفس وركس. أقدر أعمل بايند للينك لو أنا عايز الحاجات دي موجودة عندي. هي دي بتسهلك إن أنت تبدأ تشوف المشاكل وتبدأ تحلها.